مسطرة، ولهذا تقرر الانفصال عنه بعد هذه المدينة العزيزة على قلوبنا. وبهذه المناسبة سيدة السلام عليكم. هذا الزام العام واحد مستوى عادي، كان واحد الهدوء، كان واحد النقاش اللي هو كيسب مصلحة الفريق، كان فيه التقرير المالي والتقرير الأدبي، وطرحت عديد الأسئلة. وكما لاحظتوا اليوم بالنسبة للتقرير الأدبي اللي كانت فيه النشاط ديال الفريق ديال الجمعية ديالنا هاد السنة كلها، وكان داكشي مفصل ومدقق، وكذلك التقرير المالي. هانتوما شفتوا الميزانية باش مشينا فيها هاد السنة هي 31 مليون درهم، بحق فيها داخل حتى ديك المصاريف اللي عطاتنا الجامعة تقريبا واحد 4 مليون ديال الدرهم. دونك حنا اللي صرفنا من الجمعية ديالنا هي 28 مليون و900 ألف درهم، هي اللي تصرفت ميزانية السنة حقيقية. وهذا كتعرفوا دائما كنحاولوا في النفق ديال تكون ترشيد في النفقات، باش ما يكونش ديك كنصرفوا الأموال بدون سند، الحاجة اللي كتصرف في المحل ديالها. والحمد لله ثم شفتوا كانت مصادقة بالإجماع على التقرير المالي والأدبي. وكنشكر مرة أخرى جميع الأعضاء المنخرطين للجمعية ديالنا اللي كانوا حقا مع اللي تفهموا الوضعية ديال الفريق ديالنا ومشاو فرحانين. ومرة أخرى كنشكروا رجال الإعلام على التغطية ديال الجمعية ديالنا، واللي دائما هما حاضرين بكثافة وكيقوم بواحد الدور مهم بالنسبة للفريق ديالنا. والله المستعان، نطلبوا الله هذه السنة يوفقنا الله في النتائج، ونكون إن شاء الله ناخذوا شي لقب من هذه الألقاب إن شاء الله، ونطلبوا الله تكون مشاركة إيجابية في كأس العرب كذلك، اللي هو تكون أول سنة الفريق اتحاد طنجة اللي غيشارك فيه في التاريخ ديالو، واللي غيعطي شي ثمار إن شاء الله. والله المعان.